اليوم راح تتعرفون على أشهر وأندر السيارات بالعالم. هي أول سيارة فرنسية تم تصنيعها على شكل سلسلة، أول سيارة هيرمس، بوغاتي هيرمس أو ماتيس هيرمس. هي أول سيارة تعتبر هاي السيارة من أفخم سيارات بوغاتي بالعالم. يا شباب، هاي البوغاتي محركها 12 لتر وبقوة 300 حصان. أسطورة. حاليا متواجد بقسم الروز رايز. شوفوا لي فخامة الروز رايز. طبعا هاي سيارة سباق من تصنيع رينو، شاركت بكأس العالم وحصلت على المركز الخامس. متواجد بالمتحف أكثر من 500 سيارة وحوالي 98 ماركة مختلفة، و422 من السيارات تعتبر كمعالم تاريخية. قصة المتحف باختصار: القصة كلها بدأت من الأخوين من عائلة شلومف الذين يملكون معمل النسيج في مدينة ميلوز الفرنسية. هالأخوين عندهم حب وعشق لامتلاك أجمل وأندر السيارات حول العالم، فقرروا أنه يجمعون هالسيارات ويعملون عليها بعض التعديلات داخل مرآب المعمل، لكن كل هالشي بشكل سري عشان بعد فترة يعلنون عن افتتاح المتحف. بس بنهاية السبعينات كان هناك أزمة اقتصادية عالمية، مما تسبب بإعلان معمل النسيج اللي يملكونه الأخوين إفلاسا، فاحتج العمال وقاموا بمظاهرات واقتحموا المعمل، فاكتشفوا داخل المعمل مرآب السيارات. فقررت الحكومة الفرنسية شراء السيارات وتم افتتاح المتحف عام 1982 في مدينة ميلوز. تم تصنيع سيارة الليكزس خصيصا لزفاف أمير موناكو. أول ما شفت هاي السيارة رجعتني لأيام لعبة سباق السيارات نيد فور سبيد. من هذاك الوقت تعتبر هاي السيارة من أسرع السيارات باللعبة. أنصح الجميع بزيارة المتحف وخاصة لعشاق السيارات، وأتمنى منكم الاشتراك بالقناة. هاي السيارة من أغرب السيارات اللي شفتهم بالمتحف، لا أبواب ولا حزام أمان ولا شيء. يمكن بالعصر القديم استخدموها بشان لعبة الجولف.